توحيل هذا المشروع نهاية العام المنصرم، مشروع تبليط شوارع في حي الشيماء كما ذكرت من ضمن تنمية الأقاليم. كان هناك يعني مناشدات كبيرة لهذه المنطقة ومتابعة كبيرة من السيد المحافظ. باشرت هذه الشركة قبل انتشار وباء كورونا، ولكن توقفت بسبب هذا الوباء. اليوم وقبل فترة قليلة باشرت الشركة بقوة يعني في هذه المنطقة، وكما ترون نحن في الشارع الرئيسي. هذا الشارع سيكون تبليطه بالإسفلت الكونكريتي بمساحة 9000 متر مربع، وإن شاء الله بقية الأزقة تكون صب كونكريتي ب 14000 متر مربع. تقريبا يعني الآن نسبة الإنجاز تقريبا 30% في هذا الموقع. هناك بعض الأفرع أيضا يعني مؤجلة، كون هناك مشروع مجاري بعد إكماله سيتم إضافتها في الخطة الثانية التكميلية. هذا الحي هو حي كبير، حي مهم، إن شاء الله يعني هناك عناية كبيرة من السيد المحافظ والمسؤولين، وكذلك هو خدمة للمواطنين لفتح الطرق، وكونه يعني البناء هناك أكثر من 50% بناء في هذا الحي. إن شاء الله نستمر في العمل لحين إكمال هذا الحي من الأحياء المهمة، وهناك أحياء أخرى كثيرة في مدينة الموصل تم فتح العمل بها بهذه الخطة، خطة 2019. مستمرين بالعمل بلدية الموصل بمتابعة كبيرة، إن شاء الله يعني خلال 2020 تكون هناك مشاريع كبيرة على الأرض أحيلت، وأحياء كثيرة، يا رمجة وأحياء في الأيمن أيضا، هناك مباشرة في شارع الستيني، مباشرة في حي السماح، مباشرة في يا رمجة، مباشرات كثيرة إن شاء الله. سيكون العمل كبير في هذه الأشهر القادمة بإذن الله تعالى. تتضمن أعمال بناء القاعدة وبناء القالب الجانبي مع صب الجيتر والتبنيد، ويكون التبليط بمادة الخرسانة الإسفلتية وبكمية 9000 متر مربع. ثم تتضمن العمل الشوارع الداخلية للمنطقة وبكمية 14000 متر مربع، ويكون الإكساب المادة الكونكريتية، هذه المادة فقط في داخل المنطقة.